بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ثالثة، يلا بينا مراجعة الفوكاب عندك بتاع يونت 11 بداية من اليوم العاشر، صفحة يا شبابنا صفحة 30 عند حضرتك. بسم الله. الجملة سألت فيها رقم واحد بتقول we should preserve، لازم نحافظ على our traditions، تقاليدنا طبعا سعادتك الأصيلة. كلمة الأصيلة دي بنسميها deep rooted، خلي بالك مش deeply rooted، اسمها deep rooted. طبعا سعادتك هنا هتبقى طبعا رقم C. جمله رقم 2 بيقول فيها the journey didn't take long، الرحله طبعا ما خدتش مسافه طويله. it was a ride. انا هنا عايز صفه يا جماعه، عايز صفه لكلمه رايد اللي قدامك. طبعا دي كانت عباره عن ركوبه قد ايه؟ ساعتك لمده ساعتين، صفه مركبه. يبقى طبعا الصح بتاعنا هتبقى 2 hour، رقم B طبعا ركوبه لمده ايه؟ ساعتين. a 2 hour ride ساعتك هنا رقم B. الجمله رقم 3 عندك people should be، الناس طبعا لازم تبقى ايه؟ towards our other cultures، الناس لازم تكون ايه طبعا ناحيه الثقافات الاخرى، تكون متفتحه العقل، متفتحه الذهن، بنسميها open minded. هنا خلي بالك انا قلت لك لازم تحط الهايفن اللي قدامك دي هنا، مع لما تبقى عباره عن، لما تكون الصفه مركبه، احنا قلنا كده الصفه المركبه عباره عن صفه ومعاها تصريف ثالث، الهايفن دي اجباري، سواء ورا منها اسم ما فيش وراها اسم، الهايفن دي ساعتك اجباريه. it is a article، هي مقاله مالها، which is fair، هي طبعا ساعتك عادله، to both sides of the disputes، لكل الجانبين في النزاع، ساعتك هتبقى well rounded. هنا مكتوبه مرتين طبعا، مكتوبه عندك رقم B طبعا ورقم D، هي هيها مكتوبه عندك مرتين، ماشي؟ وفوت ان في واحده منهم اتحطت من غير هايفن يعني، ما علينا. طبعا لازم بهايفن، لازم برده عندك هنا بهايفن، حاجه ايه متوازنه. not only is the story، مش بس القصه ساعتك، but is entertaining as well. هنا ايه بقى؟ هنا عندك حال ومعاه تصريف ثالث، هنحط هايفن مش هنحط هايفن، هنحط هايفن لو عندنا اسم، مش هنحط هايفن لو ما عندناش اسم، بس عشان ما توجعش دماغك. كمان مره، هنا قدام حضرتك صفه مركبه عباره عن ايه؟ عباره عن حال ومعاه باست بارتيسيبل، نحط هايفن ولا ما نحطش؟ في حضرتك هنا ايه؟ ناون ولا ما فيش؟ لا ما فيش، ما جابش عندي اسم الناحيه دي، شكرا. يبقى الصح بتاعنا well written طبعا رقم C، وما ينفعش good written، ما نحطش احنا كلمة good قبل تصريف الايه التالت، ماشي؟ children ده خلاص. رقم 8 a lot of people، حلو السؤال ده، ساعتك كتير من الناس ايه؟ are still having trouble، عندهم متاعب finding jobs، في ايجاد الوظائف. الناس اللي متعلمة كويس اسمهم well educated، متعلمين تعليم جيد، well educated. هنا كلمة well educated معاها بعد كده اسم ولا مفيش؟ في عن ساعتك هنا كلمة people اهي، يبقى الصح بتاعنا هيبقى well educated، الرقم دي اللي فيها هايفن. رقم 11 it's said، يقال that the love of my money is that of all evil، يقال طبعا ان حب الفلوس هو ايه ساعتك لكل الشر، هو اصل، هو جذر كل شر. الكلمة اسمها roots، roots of all evil طبعا، او root بس of all evil، اصل كل شر. English is the most language، واخد بس ساعتك هنا كتب عندك كلمة language او حط عندك اسم، الانجليزية هي اللغة ايه ساعتك يتم التحدث بها على نطاق واسع. العلاقة اولا بين كلمة language وكلمة speak واللي بيتم التحدث بها، انا عايز تصريف ثالث، لغة يتحدث بها spoken، يبقى spoken الاولى فيها نظر، speaking دي ما تنفعش معانا، speak ده هي ساعتك ما تنفعش معانا، فضل حاجة من التاني، يا اما وايد spoken يا اما widely spoken، تبقى انت عن رقم C، بس في غلطة ان ساعتك تحط هايفن منسية هنا، widely spoken language in the world طبعا. there is a rise، في زيادة في ارتفاع، الكلمة اللي قدامك كلمة rise زيادة او ارتفاع، in the number of coming from Africa to Europe، في طبعا ارتفاع في عدد مين اللي جاي من افريقيا على اوروبا، ساعتك عدد المهاجرين immigrants رقم ايه؟ المهاجرون. يعني طبعا the whole time he was in Canada، طول الفترة اللي كان عايش موجود فيها في كندا، he felt، كان طبعا ساعتك بيشعر بايه؟ يشعر بان هو عنده حنين لوطنه، homesick رقم B. lonely دي يشعر بالوحدة او بالعزلة او بالاكتئاب، الجملة ما قالتش، لكن الجملة قالت ان واحد موجود في بلد مش بلده اكيد اشعر بايه؟ بحنين لوطنه، مش شرط يعني حزن وغم وما شابه. we each did the homework assignment، كلنا عملنا واجباتنا، then answer، ثم قارنا اجابتنا ببعض، يبقى عندك compared رقم دي، compare قلنا يقارن. most teenagers معظم المراهقين
like the company of their time. بيحبوا الكومباني الصحبة بتاعت مين ساعتك بقى؟ بتاعت زملائهم رفقائهم شركائهم يسموهم peers. peer يعني زميل أو شريك طبعا أو زميل أو قرين ماشي بنفس العمر يعني. I feel so free without those clothes. الواحد حاسس ان هو يعني حر كده من غير سعادتك هذه الملابس الايه طبعا هنا سعادتك الملابس هتوصف ان هي tight ما تقفش على ملابس انها نار وخلي بالك ولا سعادتك loose. والراجل قال لك انا حاسس ان انا بقيت حر من غير هذه الملابس الضيقة tight طبعا رقية معناها ضيق او حاجة محكمة. He's a dominant. He's a جمعكم عشرين dominant معناها مسيطر او مهيمنة. He's a dominant character. هو شخصية مسيطرة أو مهيمنة. طبعا in the film a synonym هنا المرادف بتاع كلمة dominant معناه طبعا إيه بقى معناه أساسي أو رئيسي. عندك طبعا كلمة main رقم C ما ينفعش basis رقم B دي معناه أساس أو قاعدة في الحاجات طبعا العلمية طبعا ما تنفعش. Diamond طبعا دي ده خلاص عندك رقم 27. She said that her family tree has Turkish. هي بتقول إن شجرة العيلة بتاعتها أصل عيلتها يعني لأي سعادتك تركية لها أصول تركية لها جدود من تركيا. يبقى عندك كلمة ancestors رقم A بمعنى أسلاف أو أجداد خلي بالك. جملة 28 there is no in students school uniform a mandatory dress code. هنا بيقول لك a mandatory يعني إجباري. هنا سعادتك كله بيلبس نفس اللبس كده ما فيش إيه بقى سعادتك في يونيفورم المدرسة ما فيش تنوع كله جاي لابس اسطمبة واحدة يبقى سعادتك diversity رقم دي بمعنى تنوع. عندك الجملة رقم 30 Saudi Arabia السعودية has attracted workers طبعا جذبت عمال from all over them من كل العالم طبعا سعادتك عمال مغتربين هتبقى عندك طبعا expatriate رقم B expatriate بمعنى طبعا مغترب أجنبي يعني من غير إيه أهل بلده طبعا immigrants رقم C دي مش صفة ده اسم ومكتوب عندك كان في الجامعة. جمل رقم 33 she uses a special oil to make her hair smooth تستعمل هي نوع من الزيت خاص كده عشان تخلي شعرها smooth أملس كده ناعم طبعا and glossy سعادتك رقم C glossy hair الشعر صنوه طبعا glossy حاجة طبعا منسابة أو ناعمة يعني. The team launched a attack leading to a goal الفرقة بتاعتنا launch يعني عملت اطلقت هجوم ايه ادى الى هدف well known معناها هجوم معروف طبعا لا deep seated اصيل طبعا لا well balanced متوازن طبعا لا clear cut هجوم واضح الهجوم الواضح ده نتج عنه سعادتك هدف طبعا سعادتك يبقى clear cut رقم دي قدامك. جمع عندنا خمسة عندك احمد خالد توفيق's writing كتابه احمد خالد توفيق is by its simplicity and clarity ايه طبعا بالبساطة بتاعتها سعادتك والوضوح كتابات الرجل ده الله يرحمه تتميز characterized عن طبعا الرقم دي بمعنى تتميز بكذا appear ما يجيش في بس خلي بالك label معناه يحط بطاقة ملصق على شيء sign معناه طبعا يمضي طبعا مش متوقع عليها في الكلام ده. عندك في 36 the ministry of culture وزارة ايه الثقافة annually organizes سنويا بتنظم كايرو international طبعا film festival مهرجان الايه بقى مهرجان مهرجان القاهرة الدولي الافلام معلنا بمعنى طبعا سعادتك رقم ايه فيستيفال بمعنى مهرجان طبعا the decent life aims طبعا حياة كريمة تهدف to improve انها تحسن the living conditions ظروف المعيشية in طبعا ايه بقى فيرجز في القرى سعادتك initiative مبادرة هنا سعادتك مبادرة حياة كريمة بتاعت الرئيس تهدف الى تحسين ظروف المعيشية للناس. جملة رقم 38 if you skip to the box ending لو ساعتك عملت skip نطيت كده لحد نهاية الكتابة you do reading experience كده ساعتك هتعمل ايه كده ساعتك هتبوظ هتفسد متعتك او خبرتك في القراءة يبقى ساعتك اكيد spoil رقم C هتفسد ذلك لكن طبعا مش افكت عايزة معايا حالة هتفسدها طبعا او هتأثر بشكل سلبي حط حال في الاخرة طبعا مش damage ده يعني يبوظ حاجة بمعنى حاجة خبطت في شيء فبوظته طبعا وهار من نفس القصة. She lives in a home هي عايشة ببيت بصوا من الجملة دي with a German father مع أب من ألمانيا and an English mother وأم إنجليزية الأب ألماني والأم من إنجلترا ساعتها كده bilingual بيتكلموا لغتين طبعا رقم C bilingual يعني ذو لغتين. The mother with tears his hair مفروض her son دي خليها her son
before leaving for war. الام طبعا عملت في ابنها بالدموع كده قبل ما يطلع على الحرب سعادتك حضنته embraced. رقم ايه انا اذا كلمه hug حضنت ابنها سعادتك يا صاحبي مش راب دي لفه الولا مش هو بطانيه هو. عندك في رقم 41 due to globalization بسبب العولمه the world has turned into a society بسبب العولمه سعادتك العالم تحول الى مجتمع ماله متعدد الثقافات. هذا سعادتك مالتي كالتشر رقم دي رقم سي طبعا متعدد الثقافات ده مش متعدد اللغات لا متعدد الثقافات شايله كل حاجه بقى لان الثقافه شايله من ضمنها الايه اللغه خلي بالك. رقم 44 كينج رامسيس الثاني رامسيس الثاني recorded his victory سجل التاريخ بتاعه on a tall على ايه عاليه at the entrance of the temple على مدخل المعبد سعادتك obelisk. obelisk رقم ايه سعادتك مسله المسله الفرعونيه طبعا سعادتك بنسميها obelisk. عندك رقم ايه جم رقم 51 what are they ايه طبعا that give Egyptians a unique identity ايه اللي ايه هي اللي بتدي للمصريين هويه مميزه سعادتك ايه هي السمات الكاركترستكس رقم بي السمات. الكلمه الاخيره مكتوبه quantities كميات لما مكتوبه qualities كنا اخترناها. قلنا عندك رقم 52 knowing about your family's roots انك تعرف عن الجذور بتاعت عيلتك helps build يساعدك انك تبني a sense of احساس بايه and brings you closer to older relatives وكمان يخليك اقرب لقرايبك اللي هم طبعا اكبر في السن يديك احساس بالهويه بكينونتك طبعا سعادتك ايدنتيتي رقم سي الهويه بتاعتك. 54 ليلى وورملي ليلى طبعا بدفء بحراره كده هيرسل ابنها هو terribly afraid اللي كان خايف طبعا بشده and he soon felt safe والولد طبعا لما امه عملت ايه حس بالامان طبعا حضنت الولد ده. يبقى عندك embraced رقم سي طبعا تحضن عنقته يعني tourists leave the country fascinated السياح بيسيبوا البلد هم مبهورين fascinated by the places they visited بالاماكن اللي زاروها and the hospitable people الناس سعادتك المضيافين hospitable مضيافين عندهم كرم ضيافه زي مت اللي طبعا هم قبليهم they هنا في واي منسية طبعا they هم قبلهم طبعا they show the tourists طبعا ده يبين ايه طبعا عند السياح يبين عن الرضا عن السعاده بتاعتهم هتاع رقم دي satisfaction رضا او قناعه او سعاده. في رقم 57 النوبيه اند نايل فالي في النوبه وفي وادي النيل يو ويل سي ذا مونومنتس هتشوف الاثار ذات فيموس فيروز اللي طبعا بتعمل ايه فراعنه مشهورين لا يخوفوا جوسر امين هاتب ثيرد اند طبعا خفرع ما علينا سعادتك كل هذه الاثار بتحيي بتخلد ذكرى الناس دول كوميموريت رقم سي كوميموريت يعني يحيي ذكرى الناس اللي قدامك دول. في رقم 59 ديسبايت في اس زي اشطبها ديسبايت ليفينج ان ا نايس فيلا رغم انه عايش طبعا فيلا كويسه اي ريلايزد ادركت اي ووز اي افتر هاد سبنت ا فيو مانس ان لندن اي ميس ماي فاميلي سو ماتش طبعا افتقدت عيلتي جدا كنت عايش في لندن كنت انا هوم سيك عن طبعا حنين للبلد بتاعي. في رقم 61 ذا ويتنس سيد الشاهد قال ذا يونج مان ان الشاب ده had hit the other car ضرب العربيه he damaged it هو اتلفها on purpose ادي الاجابه يا اخواني on purpose معناها متعمدا مين في اللي عندك دي معنى طبعا متعمد دي كلمه deliberately رقم ايه طبعا معناها متعمدا you're to have found such a pleasant house انت ايه طبعا انك تلاقي البيت الجميل ده انت محظوظ مين في اللي عندك اديك معناها محظوظ كلمه fortunate رقم سي fortunate طبعا دي معناها محظوظ اما كلمه luck كان يكتبها lucky خلي بالك the problems are more deep seated than we thought المشاكل يا اخوانا deep seated متاصله يعني لها جذور كتيره اكتر ما احنا اعتقدناه طبعا ده the antonym عكس كلمه deep seated دي عكسها تعطى عن كلمه temporary حاجه مؤقته طبعا لكن مش حاجه دايما ايه مستدامه كده. صفحه عندك 33 وجمله رقم 69 these pandas حيوان الباندا ده are critically due to global warming ايه طبعا بسبب الاحتباس الحراري سعادتك endangered معرضه للخطر طبعا بتاع الانقراض عندك طبعا رقم A endangered رقم A معرضه للخطر she looked in her طبعا بصت في ايه
to check عشان تشوف طبعا what time her appointment was, شوف ميعاد الايه appointment. طبعا ساعتك بسط في المفكرة بتعزب عندك هنا كلمة diary, طبعا رقم B انت عارف ان رقم C diary دي بتاعت الايه القلبان والجبن وغيره. That of the heart is to pump blood round طبعا او through the body, ايه بتاعت القلب ان يضخ الدم في كل جسمنا. وظيفة القلب, وظيفة الاعضاء, وظيفة الاجزاء في الالات اسمها function. ساعتك رقم دي كلمة function معناها وظيفة, تمشي معنا كمان يؤدي وظيفته بالنسبة للاعضاء والاجزاء بتاعت الايه الماكينات وما شابه. We welcome the governments to help the homeless, احنا بنرحب طبعا بمبادرة الحكومة لمساعدة الناس طبعا اللي بلا مأوى المشردين, بمبادرة الدولة الحكومة initiative رقم ايه معناها مبادرة. جمع رقم 75 مو صلاح, محمد صلاح has become an important of the Egyptian football, طبعا صلاح اصبح ساعتك شخصية مهمة في الكورة, يبقى ساعتك figure رقم دي, figure اللي معناها عدد معناها رقم معناها شبح معناها شكل معناها قوام, تمشي معاه خلي بالك بمعنى شخصية. The age of technology هنا مش معناها سن, هنا معناها عصر, يبقى in the age of جمع عندك 76, at the age of معناها في سن او في عمر, لكن in the age of معناها في عصر. خلي بالك COVID-19 vaccines التطعيمات او الامصال بتاعت الكوفيد are now available بتاعت دلوقتي متاحة in the vast of hospitals بتاعتك في الفاست طبعا ايه طبعا في الاغلبية بتاع الساعات عن المستشفيات كانت majority رقم ايه طبعا معناها اغلبية. packs معناها قطعان من الحيوانات المفترسة كانت packs له وانا كان علم انت عارفه طبعا. minority دي الاقلية, plenty وفرة طبعا دي اصلا دي ما جيش معاك في الفاست اللي قدامك ماشي, كان يكتبها in vast plenty وطبعا ما فيش فاست ما بنتبع مع ايه مع بعض لان طبعا in the vast majority في الاغلبية العظمى للايه للمستشفيات. جمع رقم 80 Arabic is the language طبعا اللغة العربية هي اللغة بتاعت ايه of about 20 countries ل 20 دولة including طبعا بما فيها سعادتك مصر كمان طبعا ايش دي اللغة الرسمية هذا official رقم B اللغة الرسمية. فورم معناها طبعا سابق سكن ما ينفعش. She speaks Spanish and little French سعادتك بتتحدث اسبانية طالقة تبقى fluent رقم C. احنا قلنا قبل كده ممكن تقولها بثلاث طرق, She is fluent, she is fluent in Spanish, she is انت بتكتب لا she is fluent in Spanish او she speaks Spanish fluently, she speaks Spanish fluently او she speaks affluent Spanish. خلي بالك طبعا fluent Spanish اي من غير طبعا she speaks fluent Spanish ساعتك رقم C صفة اللغة نفسها تتحدث لغة طالقة. خلي بالك she that the work would take 3 months طبعا هي قدرت حسبتها يعني ان العمل ده هياخد معانا حوالي 3 شهور تبقى عندك كلمه estimated رقم بي. ما ينفعش appreciate ده قدر معنويا appreciate حد مقدر جميلك appreciate عجبنا حاجه لكن سعادتك العماره دي هتتكلف كذا الطريق ده هيتكلف كذا اسمها calculated حسبت او estimated رقم بي او worked out برضو حسبت. خلي بالك he said it once in English then طبعا قالت مرة بالانجليزي طبعا بعد كده then translated طبعا وترجمت بعد كده طبعا for his mate طبعا للغة بتاعته اللي ما عندوش غيرها يبقى سعادتك هتبقى mother mate يا اما طبعا monolingual سعادتك رقم ايه monolingual mate يعني للغة الشبيهة لها بس باللغة التانية طبعا monolingual mate. طبعا I encourage the children to be انا بشجع الاطفال انهم ايه about new ideas and experiences يعني طبعا بالنسبة للأفكار الجديدة والخبرات طبعا الجديدة يبقى متفتحين العقل يقبلوا الأفكار لكن طبعا بالحفاظ على أصولهم يبقى طبعا عندك open mind طبعا رقم A. I love pastries بحب أنا المخبوزات filled with المليانة بإيه of nuts من المكسرات بقى sugar and rose water والحاجات اللي تجوع دي سعادتك طبعا هنا عبارة عن اللي فيها مزيج خليط من الحاجات الحلوة سعادتك دي عندك هنا كانت mixture رقم C مزيج او خليط من كذا. جملة 88 come on lighten up what is your sense of يعني بقول يلا يا اخي كده فرفش what is your sense of humor فين سعادتك روح الدعابة والفكاهة وخف دمك كده طبعا عندك هنا humor رقم D دعابة او فكاهة. They speak a southern بيتحدثوا عن بالساذرن ايه I am sure they are from Aswan بيتحدثوا عن مسمى dialect لهجة بيتكلموا بلهجة الجنوب لأن الناس من أصوان رقم بي dialect لهجة.
I went along to them in order to offer my sympathies. انا رحت على طول لايه سعادتك عشان اقدم my sympathies مواساتي او تعاطفي للحزن او المشكله. طبعا اكيد ده جنازه يبقى عندك رقم بي. طبعا funeral رقم بي جنازه. طبعا صفحه 34 الجمله رقم 99. Do you think French تفتكر ان الفرنساوي is all over Africa؟ هل تعتقد ان الفرنسيه يتم التحدث بها على نطاق واسع في كل افريقيا؟ طبعا سعادتك wide spoken رقم سي. ما ينفعش الاخيره عشان ما عندكش اسم. ما ينفعش الاخيره هايفن عشان ما عندكش اسم. خلي بالك ماشي. هنا بقى لونج مان يونت 11 اول جمله ماي براذر از bilingual اهو اخوان bilingual بيتكلم لغتين. معك طبعا هي سبيكس تو لانجويجز عندك هنا رقم بي. جمله رقم 5 what are they that give Egyptians a unique identity. احنا قلنا من شويه ايه طبعا اللي بتدي مصر هويه سعادتك فريده ومميزه. طبعا سعادتك characteristics رقم بي السمات او الملامح. knowing about your family's roots انك تعرف عن عيلتك helps build يبني يساعد انك تبني a sense of. ده برضو قلنا من شويه identity سعادتك احساسك بالهويه احساسك باصلك يعني بمعنى اصح. جمع معانا في رقم 11 دي برضه احنا قلناها اخواننا من شويه قلنا كلمه كوميموريت رقم سي قلنا معناها يحيي ذكرى حاجه. جمع رقم 15 برضه كانت معانا من شويه قلنا هوم سيك اللي احنا قلنا يشعر بحنين لبلده. الجمله اللي جايه ذا ويتنس سيد الشاهد قال ذا يونج مان هاد هيد ذا اذر كار دي برضه قلناها. قال طبعا هي دامج ديت اون بيربس الراجل عملها متعمد. يبقى سعادتك ديليبريتلي رقم ايه. طبعا ما ينفعش الديليبريت انت عايز حال بعد الفعل حال. هي هاد هيت ذا اذر كار ديليبريتلي متعمد. لوكسر مونومنتس ار فيموس ايفريوير. هنا بقى يا سيدي بقى ايه العلاقه ما بين كلمه الاقصر ما بين كلمه الاثار. سعادتك الاقصر اللي اثرها والاثار بتاع الاقصر يبقى عندك هنا كلمه هوز رقم بي. ما ينفعش وير يا اخوانا ما ينفعش وير. ليه؟ اسمع يا عم كده اسمع ليك. لو اخترنا كلمة وير مثلا اصلا وير مش موجودة اساسا يعني ما علينا. لو وير موجودة هنا ازاي الاثار مشهورة في كل مكان في الاقصر تجذب سياح من كل الدنيا؟ لا طبعا. يبقى الاقصر اللي اثارها مشهورة في كل العالم في كل مكان بتجيب سياح من كل العالم يبقى عندنا كلمة هوز رقم دي. جم عندك 22 ماي انكل وركس فور ذا كومباني has developed a vaccine against COVID كذا. خد بالك من حاجه سعادتك بقى كلمه company ده هي هنا قدامك هنا غير عاقل. هتقول لي دي مكان افكر في كلمه وير. وير احنا قلنا لازم ورا منها subject و verb. خلي بالك وير لازم وراها فاعل وفعل. وير لازم وراها فاعل وفعل صح. ده انا سعادتك يبقى كلمه which رقم ايه اللي قدامك. جمله رقم 29 my neighbor's baby. طبعا البيبي بتاع جاري I'm caring for اللي انا بخلي بالي منه is currently in the hospital حاليا موجود في المستشفى. هنا هوز ما ينفعش عشان دي مش ملكيه. هنا ذات ما ينفعش عشان دي جمله وصل اضافيه حاجه سميناها non defining relative clause. سعادتك دي بره الليله هوز رقم سي دي اصلها هو از او هو هاز. عايزه ورا منها خلي بالك تصريف ثالث يا اما ing يا اما اسم يا اما صفه. سعادتك ما ينفعش. يبقى الصح بتاعنا كلمه هوم رقم دي. وانا قايل لك ان هوم وراها فعل وفعل ما تنساش. جمله رقم 31 unfortunately لسوء الحظ it was only a one year guarantee كان ضمان لمده سنه came with the fridge. سعادتك كلمه guarantee ضمان ده غير عاقل. طبعا لا هو ولا وير ولا وات طبعا تبقى كلمه ذات رقم بي. وما تنساش ان احنا كنا قلناه لك ان كلمه وات ما تجيش بعد الاسامي. وات ما تجيش بعد الاسامي اوعى تنسى. 32 do you know the manager with the. طبعا هنا في عندك حرف جر في عندك كلمه with موجوده قبل النقط صح كده. حرف الجر ما بيجيش قدام كلمه هو ما يجيش قدام كلمه ذات هوز طبعا دي مش ملكيه. يبقى الصح بتاعنا with whom I work عندك رقم سي. the accountant المحاسب we employed اللي احنا شغلناه last month الشهر اللي فات is really efficient بالفعل حد كفر ربنا يبارك له. سعادتك كلمه what مش هينفع عشان وات ما تجيش بعد الاسامي. ما ينفعش ويتش عشان طبعا ده عاقل. ما ينفعش هوز عشان طبعا دي مش ملكيه. يبقى نو ريلاتيف بروناون مش محتاجين ضمير وصل لان احنا كنا قلنا يستغنى عن ضمير الوصل لما يكون عايد على مفعول. جمله رقم 34 ثانك يو فور بريزنتنج
ثارو 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 معناها كومبليت، معناها تام، معناها رائع. ليكتشر حلوة، كلمة اللي قدامك كلمة ليكتشر دي محاضرة، ليكتشر محاضرة، ناون سينجلر لو بلورال لو جمع، جمعها ليكتشرز ياخد ا، لازم معاه تبقى عندك ساتش ا رقم ايه، ساتش مع الاسماء، سو مع الصفات والاحوال، تبقى عندك ساتش ا رقم ايه. The person acts irresponsible is usually unreliable. يعيني على الجملة، يعيني على الجملة، أنا ما خدش بالي منها. هنا the person acts، هنا acts مش معناها يتصرف، مش معناها يمثل، معناها أفعال. يبقى الشخص اللي أفعاله غير مسؤولة عادة unreliable، لا يعتمد عليه سعادتك. يبقى كلمة whose رقم سي الجملة عن جملة ملكية، خلي بالك. جملة رقم 38، do you think French is، احنا هنا من شوية هتبقى عندك widely spoken رقم سي، طبعا ما ينفعش الأخيرة يا أخوانا، وهتنسى الله يكرمك. جملة 39، he showed me all، معها ذات all what، غلط، مفيش حاجة اسمها all what يا أخوانا، مفيش حاجة يا أخوانا اسمها all what، لكن طبعا all that he had bought from، معرفش كذا. I don't know، أنا معرفش. A strange man is coming from، آه بص بقى انا ما اعرفش الراجل الغريب ده is coming from، جاي منين. يبقى الصح بتاعنا سعادتك where is او the man او the strange man is coming from. جملة عندك صفحة 36، جملة 44، it is a fact، حلو قوي. هنا عندك اسم، ايوه عندك كلمة fact اسمه زي الفل. knowing ده كده معناه يعرف، مش معروف. widely knowing دي غلط من كل الزوايا. well known هنختار الأخيرة، هتحط هايفن عشان في عندك اسم، خلي بالك. رقم دي الصح بتاعنا. Our civilization حضرتنا is the oldest in the world، أقدم دولة واحدة في العالم. Is our source of pride، مصدر فخر لينا. حلو قوي. أولا الحضارة سعادتك دي مش مكان، يبقى وير غلط. قلنا وات ما تجيش مع هذه الأسامي، اتفضل يا إما كلمة ذات يا إما كلمة ويتش. أنا قلت لك بحلق في الجملة، هتلاقي كومة قدامك أهي، وادي كومة الناحية التانية، دي اللي سميناها معايا جملة وصل إضافية، صح؟ تاخد معانا كلمة ويتش، مش هتاخد معانا طبعا كلمة ذات، خلي بالك. I don't know making this noise but all of you must keep quiet. أنا مش عارف مين عامل الدوشة دي، بس الجميع لازم يلتزم بالهدوء. حلو قوي. أنا ما أعرفش سعادتك. whose أول اختيار دي بتاعت الملكية ما تنفعش. ذات رقم سي، فين الشخص اللي عايد عليه؟ ما عندناش حاجه عايد عليها، ما تنفعش. اتفضل يا اما كلمه هوز رقم بي، يا هو اللي قدامك الاخيره. هو الاخيره ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها هو ميكنج على طول كده. ميكنج دي اصلها ام او از او ار، ووز او وير، هاز بين، اي فيرب تو بي سعادتك. يبقى هوز رقم بي، ودي طبعا خلي بالك اصلها هو از سعادتك بالمنظر ده. جمله رقم 48 بيسالك مين في دول صح. I read the book which you lent it to me. جمله رقم ايه غلط، لان سعادتك في كلمه ايت هو ما شالهاش، المفروض ان الضمير المتكرر في الجمله الثانيه يحذف، يبقى رقم ايه غلط. I read the book what، what ما تجيش بعد الاسامي، what ما تجيش بعد الاسامي، what ما بتجيش بقى، اسمع بقى عام، what ما تجيش بعد الاسامي اوعى تنسى، فدي سعادتك ما تنفعش معانا. I read the book you lent me، فل سليمة وزي العسل كمان. سعادتك كلمة which حذفناها، which حذفناها عشان عايدة على object مفعول، يبقى رقم B صح. طب ورقم D غلط ليه؟ مش هسيبك انا هقولك عليها. I read the book you lent it to me، كده عن سعادتك كلمة it مكتوبة غلط، يبقى رقم D برضو ما تنفعش. رقم B الإجابة الصح بتاعتنا. جمل رقم 51، جمل لونج مان دي كلها مهمة، كلها تساعدك قوي 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 بصراحة. الجملة عندك اللي جاية بيقول هنا I don't know the name of the factory in he works. حلو أبي، حط عندك حرف جر أهو، وطبعا المصنع يبقى أكيد ويتش. ليه مش وير؟ عشان وير ما يحطش معاه حرف جر. أنا مش عارف اسم المصنع اللي فيه هو بيشتغل، يبقى in which he works. طبعا ممكن تشيل كلمة in which وتخليها وير بس سعادتك. الجملة اللي جاية try to keep your car clean، حاول تخلي عربيتك نظيفة. And well maintained، وجيدة الصيانة، متصنة كويس. It will sell more easily، إن كده من المنظر ده هتتباع سعادتك بسهولة. We use semicolons، إحنا بنستعمل ما يسمى بالفصلة المنقوطة semicolons سعادتك. Instead of full stops، بدل من full stop to، عشان خاطر show exclamation، نبين تعجب. لا يا هندسة مش تعجب، ما بنعملش تعجب في الحتة دي.
separate two main clauses. نفصل حضرتك جملتين اساسيتين. ايوه رقم سي طبعا صح. introduce نقدم. unexpected events احداث غير متوقعه. لا. compare نقارن. two main clauses لا هي سعادتك رقم سي separated ان احنا بنفصل ما بين جزئين رئيسيين. ادي جزء سعادتك اهو بتاع try to keep كذا. ادي جمله كامله اهي. ثواني بس الخط مش حلو معاك. وادي سعادتك الناحيه الثانيه it will كذا قدامك اهو. انا سعادتك عندنا عندك رقم سي فصلنا ما بينهم باللي قدامك ده. ماشي عندك بعد كده في رقم 54 عايز الجمله الصحيحه. I haven't put the shelves up yet said well. اول جمله غلط. اول جمله غلط ليه بقى؟ المفروض يحط كومه بعد كلمه yet ما حطهاش فاول جمله ما تنفعش. رقم سي I haven't put the shelves up yet said وليد. رقم سي سليم وزي ما فيش فيها غلطه. رقم سي ما فيش فيها غلطه. سي الصح بتاعتنا ما فيش فيها غلطه. رقم دي بي غلط ليه؟ لان حط الكومه بعد الكوس قبل بعد الكوتيشن ماركس اللي عندك ما تنفعش. في رقم دي سعادتك عملها ما حطش عن تصنع خاص فده رقم دي ما تنفعش معانا. فالجمله عندك 54 طبعا اجابه رقم دي الاجابه الايه؟ رقم سي الاجابه الصح بتاعتنا. ماشي الجمله يا جماعه 55 عندك بيقول لك ريد الافكار دي هتقابلك في الامتحان. الافكار دي مهمه جدا. ريد از بارت اوف ذا ايسي اقرا جزء من المقال. And show the correct answer. تعال نقرا بالراحه. بيقول during pandemics اثناء يا جماعه ما يسمى الجائحات ربنا عارفين يا رب. parents prefer home schooling الاباء بيفضلوا التعليم لعيالهم يعني في البيت تدريس البيت يعني او المنزلي. to help their children avoid عشان يساعد عيالهم ان هم يتجنبوا being infected طبعا ايه ما يتعدوش. despite على الرغم من this temporary procedure على الرغم من هذا الاجراء المؤقت temporary procedure عن ايه procedure. I am a strong supporter. أنا مؤيد بقوة of learning at school. أنا بأيد قوي التعليم في المدرسة. It's much more beneficial مفيد أكتر than homeschooling من التعليم في البيت. According to statistics طبعاً حسب الإحصائيات at school في المدرسة students learn much better. الأطفال أو الطلبة يعني يقصد بيتعلموا أفضل بكتير because they have يعني بيكون في عندهم actual interaction تفاعل حقيقي with the teachers مع معلميهم. In addition بالإضافة للكلام ده they can practice بيقدروا يمارسوا حضرتك activities أنشطة a lot more effectively طبعا بفاعلية أكتر. Moreover علاوة على الكلام ده they receive their lessons بيتلقوا دروسهم in a natural atmosphere في جو طبيعي at school where they gain knowledge وهنا بيكتسوا المعرفة and have useful competition وبيكون في منافسة مفيدة with their classmates مع زمايلهم. This in turn هذا بدوره could have ممكن يبقى له a great effect on the achievement على الانجاز بتاعهم. السؤال بقى المقاله اللي قدام سعادتك دي بقى هل هي persuasive اقناعيه؟ لا المقاله الاقناعيه ما فيهاش وجهتين نظر. المقاله الاقناعيه ما فيهاش وجهتين نظر. المقاله الاقناعيه الراجل عنده فكرة واحدة عايز يوصلها لك لكن خلي بالك من الكلام بتاعنا. بدأ كلامه بإيه؟ قال لك الآباء بيفضلوا هوم سكولينج. حلو كده؟ دي البداية. وهو قال لك أنا لأ أنا سعادتك بفضل التعليم في المدرسة مش في البيت وراح جايب أفكاره. خلي بالك دي حتة من الاسم مش الاسم كاملة. معنى كده إنه في الفقرة اللي جاية هيقول الآباء ليه بيفضلوا القعدة في كذا؟ صح ولا لأ؟ وشايفين مزاياها إيه وعيوبها إلى ما شابه ذلك بقى. ناريتيف رواية لا ده ما حدش بيحكي قصة. ديسكريبتيف وصفية طبعا لا. يبقى عندك ارجيومنتاتيف رقم دي معنى جدالية. المقالة الجدالية وجهتين نظر وبيطرحوا قدامك. الإقناعية فكرة واحدة أنا عايزك تقتنع بيها بس أدي الفكرة كلها. الجملة عندك 58 students gain knowledge طبعا الطلبة بسعادتك هنا بيحصلوا على المعرفة and have useful competition with their classmates at school. gain يكتسب هنا غرض المهم بتاعنا. here is similar in meaning طبعا في المعنى بتساوي كلمة ايه؟ acquire ساعات طبعا رقم سي معنى يكتسب. acquire يكتسب لكن inquire طبعا دي معناها يستفسر ما ينفعش معنا. ماشي بعد كده عند سعادتك في سؤال في الترجمة رقم 60 هناك العديد من العناصر الأساسية التي تشكل كل ثقافة مهما اختلف نوعها مثل البيئة الجغرافية والروابط الأسرية واللغة
ونوعية التعليم والمعتقدات والقيم. ما علينا. There are a lot of basic elements في كثير عناصر أساسية that make up بتكون every knowledge كل معرفة. أعتقد كلمة knowledge طبعا غلطة. كلمة knowledge هنا سعادتها كلمة غلط. هو كاتب كل ثقافة مش كاتب كل معرفة. مش هنكمل معاك رقم إيه عشان أساسا إن كده إيه غلط. اللي وراها there are زي ما أنت are two basic elements that affect التي تؤثر على. هو مش كاتب في الترجمة تؤثر على, هو كاتب تشكل. يبقى سعادتك رقم B مش هتمشي معانا. There are a lot of basic elements that make up every culture. هنكمل كل ثقافة. Regardless of يعني بغض النظر عن it's a type نوعها such as زي بقى سعادتك geographical environment البيئة الايه الجغرافية سليمة. Family ties الروابط الأسرية سليمة. Language اللغة زي الفل. نوعية التعليم quality of education زي الفل. المعتقدات beliefs زي الفل. And the values طبعا دي سعادتك رقم C سليمة وزي الفل. طيب رقم B غلط ليه أو لسعادتك؟ There are a lot of minor elements that make up every culture. هنا minor سعادتك دي معناها ثانوي أو فرعي. طبعا مش صح, هو كاتب هنا أساسية مش كاتب فرعية. يبقى طبعا رقم C الإجابة الصح بتاعتنا. كده الفوكاب بتاع 11 برونج مان خلصنا معاك. بس الوقت يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.